وقف وقف طلعنا طلعنا بدنا نزور رفيق الروح وأجره ما معنا وقف طلعنا يا عيني وقف طلعنا نطرنا محبوب القلب والمشوار بعيد يا وهلي يا وهلي من الحب نراها نوبة جيد نطرنا محبوب القلب هو المشوار بعيد يا وهلي يا وهلي من الحب نراها نوبة جيد وانت حبيب قلبك طيب ما بترضها على نص الدرب تروح وتقطعنا وقف طلعنا يا عيني وقف طلعنا يا مجمع شمل الأصحاب قلب القطر مبين وصلنا لعند الأحباب حاجتنا تعطيل يا مجمع شمل الأصحاب قلب القطر مبين وصلنا لعند الأحباب حاجتنا تعطيل وانت حبيب قلبك طيب ما بترضها على نص الدرب تروح وتقطعنا وقف طلعنا يا عيني وقف طلعنا يا شوفير المثل قال دنيا هوا فودين ما تزعل لو دينك طال ندفع لك بعدين يا شوفير المثل قال دنيا هوا فودين ما تزعل لو دينك طال ندفع لك بعدين وانت حبيب قلبك طيب ما بترضها على نص الدرب تروح وتقطعنا وقف طلعنا يا عيني وقف طلعنا وقف يا شوفير وقف وقف طلعنا طلعنا بدنا نزور رفيق الروح وأجره ما معناها وقف طلعنا يا روحي وقف طلعنا قبل ما نتعشى وزع العشاء يا اخي اهلا 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 بدري ايه احنا تعشينا ولا اتغدينا عشان يبقى لسه بدري اهلا وسهلا وعليكم السلام ورحمه الله بلاش فضايح يا اخي الله اهلا وسهلا اسمع يا فؤاد ايوه دلوقتي هنغني باللبناني موافق موافق ونص اه
هيدي الساحة والميدان جاوبني كأنك فنان. هيدي الساحة والميدان جاوبني كأنك فنان. انت اوصف بالعروس وانا بالعريس كمان. وصف العروس محير ومثل الشمعة بتنور. وصف العروس محير ومثل الشمعة بتنور. وجهها يا بدر مصور وبغاروا من هالنسوان. بغاروا من هالنسوان. بغاروا من هالنسوان. العريس شمس وعم تسطع وعلينا عم بتطلع. العريس شمس وعم تسطع وعلينا عم بتطلع. ناخيره مثل المدفع ورسم الله يا اخوان. ورسم الله يا اخوان. ورسم الله يا اخوان. مرحبا يا كبير. اهلا وسهلا. وينك يا سيد؟ افندم بدي منك طلب صغير من بعد امري. اتفضل امر. بدي تغني لي هيك غنية تفرفح لي قلبي. غنية ايه يعني؟ مررت بالبحر. نعم مررت فين يا سيدي؟ بالبحر. لازم اللي كان بيغنيها لابس ميو. لا راكب شختور. سكوت انت ما حدا شيء صوبك. شو يا استاذ حتغنيها ولا لا؟ والله يا حضره انا ما سمعتش عن الاغنيه دي قبل كده. شو 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 ما بتعرف تغني غنيه مررته بالبحر؟ من فضلك احنا لينا شخصيتنا واغانينا الخاصه وما مغنيش لحد ابدا. لا روح بلا شخصيه بلا شمسيه. روحوا طموا حالكم مغنيتيه اخر زمان. لا ده انت زودتها قوي. احفظ مركزك احسن لك. ها ده انت بتهين البلبل الشادي. بلبل؟ اه طبعا. بشرف ما بيطلع ضفدع. ضفدع؟ اسكت احسن ما اعمل شغلي. شو بتعمل يا خردق؟ خردق؟ انا خردق؟ سامع يا استاذ كمال؟ ايه؟ ده انت بتقول عن الاستاذ خردق وانت شراطيط كمان. لا سيبني عليه ده بقى. لمين كان شيء؟ قرب. لا ما بتعرف انت مين عم تحكى؟ انا ابو عبد الفيروز. شوف يا ولد يا ولد يا كده يا حبيبي. ادي احنا طلعنا من الفرح من غير عشاء ومن غير فلوس وكانوا حيموتونا كمان. هو انا عارف انه هيحصل لنا كده يا كمال. يا ترى احنا فين؟ الله اعلم. لكن قطع احنا مش في العشه دي اللي بنسميها بيتنا. واحد يتحرك من المطرح. ومين اللي هيتحرك؟ ما تخلينا كده للصبح. انتم مين؟ قصدك احنا؟ امال انا؟ انت ملاك هبط علينا من السماء وحامل بندقيه. انتوا لازم حراميه. لا يا فندم لازم حضرتك غلطانه. امال داخلين هنا تعملوا ايه؟ تشموا الهواء؟ ايوه اصل الدنيا حر بره. الله الله كمان. ايه لازم احنا دخلنا الجنه بالغلط. يا عيني. مين دول يا أم؟ ما عرفش لكن باين عليهم حرامية. لا ده مش باين عليه حرام، إنما ده معقول يكون حرام. بالعكس ده اللي باين عليه شكل الحرامية. في الحقيقة يا فندم في واحد مننا حرامي والتاني لا، فلو سمحتوا نخلي المش حرامي يقبض على الحرامي ونطلع نحن من هنا.
السلام، ودخول الحمام زي خروجه؟ لا لا يا فندم ابدا. وايه سبب وجودكم هنا؟ السبب احنا جيرانكم. جيراننا؟ ايوه احنا ساكنين في الخرابه هنا اللي جنبكم هنا. ودخلنا عندكم غلط. وايه سبب الغلط؟ ايوه السبب، السبب، ايوه السبب. ما تقول لها يا اخي على السبب. ايوه السبب، ارجوكي ما تجرحليش شعوري وتخليني اشرح لك السبب المؤلم. للاسف مضطره اعرف سبب وجودكم هنا ولو كان فيها جرح لشعورك. انجرح يا حبيبي انجرح. قول لها اخويا. ايوه اخوه، اخوه. ايه انت ليك اخ؟ اخ. ماله اخوك؟ ماله اخويا اكبر مني بيوم ويفهم عنه بسنه. اسكت انت. حاضر. كمل يا فؤاد. يا هانم فؤاد. كمل يا فؤاد. تسمحي لي اقعد والنبي؟ اقعد اتحرك. سيبيه يقعد يا امل، ولو حصل اي حركه اضربي زميله على طول. يا عيني حلو الرواق. اخويا يا هانم راجل شديد جدا، ولو في يوم ما طعتوش بيحبسني جوات البيت وما بيخلينيش لا اكل ولا اشرب 3 ايام. يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف. عجيبه، ازاي له قلبي عاملك بالشكل ده من غير اكل وشرب هو اخوك؟ حكايه عدم الاكل دي بسيطه مش مهمه، متعودين عليها. وده يبقى مين؟ وده يبقى اخوك. لا وانت الساده زي اخوه تمام. وايه سبب معامله اخوك ليك بالشكل ده؟ بيخاف عليا. من ايه؟ من الستات. يا ساتر. تصوري اذا يوم شافني مع واحده ست. يا لطيف يا لطيف. يعمل ايه؟ ايه اللي يعمل ايه يا اخي؟ خوفتني بقى، قول لي يعمل ايه. يعمل ايه؟ اولا بيمسكني كده ويقوم شددني ناحيته كده، ويقوم واخد ايده وضربني كده وكده كده وكده. الله، حلو الوصف ده. وبعدين؟ وبعدين يقوم كمان ضربني يمين وشمال، يمين وشمال. هو اخوك اسمه ايه؟ بس عرفت هو بعينه. انت تعرفي اخويا؟ اسمه عندك. اوعى تقول لها، احنا عايزين نمتحنها ونشوف اذا كانت بتعرف اسم اخوك ولا لا. الماركيز. شاطرة. الماركيز. لكن الماركيز ايه؟ الماركيز فيجا فيجو. ينصر دينك، اما انت ذاكرتك مدهشة بشكل. يا سلام، اخوك ماركيز مدهش، لكن انا يعني مستغربة ازاي يكون اخوك ماركيز. والله احنا مستغربين اكتر منك. ايه؟ يعني الماركيز هو اخو الماركيز. وعشان كده دخلت الفيلا بتاعتنا بالغلط. مظبوط. ودلوقتي تسمحوا لنا نروح بقى، عشان ام الكونتيسة لو تاخرنا هتخلي ليلتنا زي الزفت. يا خبر، ودي تيجي ما دام احنا جيران لازم تشربوا معانا حاجه. لا متشكرين، كفايه ازعاج. لا ازعاج ولا حاجه. امل. نعم سعاد. قومي نعمل لهم شاي سوا. حاضر. وكم ساندويتش نبلع بيهم الشاي يعني. يا سلام يا كمال، ايه دول ملايكه ولا ايه؟ لازم احنا بنحلم يا فؤاد. انا حموت هنا يا كمال. عقل يا عائل. انا هنا يا كمال. خير وحياه سعاد. ابوك سعاد. امل سعاد. امل امل. يا سلام يا سلام على خدك اللي انعم من الحرير. الله 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 الله. يا سلام يا سلام على مناخيرك اللي زي الفستقة. يا سلام. ايه ده؟ ايه ده؟ حضرتك بتزغزغني وانا نايم؟ اخسى عليك يا فؤاد، اما صحيتني من حلم جميل. يا سلام، انت اللي خرجتني من الجنه يا كمال. جنه ايه يا اخويا؟ جنه ايه؟ جنه سعاد كنت بحلم بيها يا اخي. وانا كنت بحلم بامل. تبقى الاحلام عند بعضها؟ لاول مره يا كمال حسيت في حاجه غريبه في قلبي، حاجه بتدق زي الساعه. ساعة قلبك عايزة تزييد. أنا شاعر زي اللي قلبي بينمل. أيوه، يبقى قلبك فيه حككان. أنا ما بهزرش يا كمال. أيوه ما أنا عارف أنت ما بتهزرش أبداً، إنما كنت بتحلم. حكاية امبارح دي سيبك منها يا حبيبي، سيبك منها. مش ممكن أقدر أنساها يا أخي. كده على طول وقعت في الحب؟ يا سلام. يا بني آدم، يا بني آدم، على قد لحافك مد رجليك. أنت نسيت ما عندناش مليم واحد. سيبك من الاوهام دي، سيبك. ولا يهمك، اللي انا بحبها مش اوهام، حقيقه. هي فعلا حقيقه، انما بالنسبه لنا حقيقه مستحيله. لا مستحيله مع الاراده. اهلا بالخواجه نابليون.
وحياة والدك، حكاية امبارح دي نسيها وخلينا في حالنا أحسن. كمان لازم أقابلها، لازم أشوفها مرة تانية. يعني لازم بقى تودينا السجن. إيه سجن؟ آه طبعا. أنت نسيت إنها فاكراك أخو المركيز ده فلافل ده ولا إيه؟ عظيم، يبقى بالشكل ده أقدر أقابلها مرة تانية بصفتي أخوه. لا يا أخويا، أنا في عرضك، مش كل مرة تسلم الجرة. يا ترى مين اللي جاي يزورنا الصبح يا كمال؟ حاجة من اتنين، يا صاحب البيت يا واحد من الديانة. فلا الله ولا فلك يا شيخ، بس مفتح لما نشوف مين. أما نشوف. صباح الخير. أهلا وسهلا، اتفضل. دخيلك يا جيران، رحت هالولد عنكم شي ساعتين بس، لا بينما اغسل للجماعة واجي. خدوا يا كمال، خلي معاك احسن، انت عندك خبره. خد يا حبيبي. اهلا وسهلا. تفضل. اهلا وسهلا. لا لا لا، مالك يا ست عزيزه؟ صار لي من امبارح ما اكلت. لا حول الله يا اخي. يا كمال اي حاجه عشان تاكل وحياتك. اه عشان تاكل. ايوه اصل البراد بتاع سيادتك يا فندم ما فيهوش غير مواشف، يعني البوفتيك والكاستاليتا ال معلش معلش. انا على كل حال جماعه اللي راح اغسله راح باكل عنده. والله انت عارف يا جارة، هو ما فيش، يعني احنا زي بعض. طيب استني شويه، ثانيه واحده يا فضل، ثانيه واحده. لا لا لا، اتفضلي يا ست عزيزه بالهنا والشفا. كتر خيرك. صحيح ما بيحن على العود الا اشرب. لا انا دايما اشرب، عمري ما كنت اعود. عن اذن انا اتاخرت. مع السلامه. السلام عزيزه. مع السلامه. لولو جف الطبيب. ايوه اهو الساندوتش اللي كنا هنسد بيه جوعنا النهارده راح يا سيدي. ربك كريم وبسيطه يا جدع. انت سكته يا اخي، هعمله ايه بس؟ الله، ما تغنيله شويه يمكن يسكت. لا 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 بابا، لا لا لا. اقول لك يا كمال، يمكن الولد جعان وعاوز حليب. حليب؟ بيرضع هو. ونبي يا اخويا انا صدري ناشف. ايه ناشف؟ ايه المساخه دي بقى؟ ما تسكته شويه، حرام عليك. الله اكبر. هعمله ايه يا اخي؟ اسمع، انا جات لي فكره. الحليب موجود. الحليب موجود عند مين بس؟ عند اخوك فوكس. ايه فوكس؟ صباح الخير يا فوكس. ازيك يا حبيبي؟ احنا جيران انت عارف. ها، والجار موصي بالجار يا فوكس. والله يا فوكس عندنا انت سامع، العيل الصغير ده فوق بيعيط، مسكين بيقطع لي قلبي. ده مسكين عايز ياكل يا فوكس. ايوه ما عندوش اكل، عايز ياخد ازازة الحليب دي. ارجوك يا فوكس الله يا فوكس، بالك خليك ذوق، ما تعملش زي بني ادمين. الله، ده انا هاخد ازازة دي ولما هشتغل هجيب لك ثلاثة بدلها. ايوه يا فوكس، متشكر يا حبيبي. شايف ازيك، انت راجل انساني وحنين وكويس، انا متشكر جدا يا فوكس. شكرا يا فوكس. سلام عليكم بقى يا فوكس. يا سلام يا فوكس. اديني الجورنال وحياتك شويه. العيله خد انا الجزء ده، ولما يخلص اديهولي واديك اللي معايا. يا سلام مع الصدف العجيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا اخويا جرالك ايه؟ انا هشوفها. لقيتها يا حبيبي. مين هي دي اللي هتشوفها؟ هي سعاد يا بني ادم. سعاد. سعاد. ايوه، رجعنا للاحلام تاني. وهتشوفها ازاي؟ هشوفها ازاي؟ هو طالب اتنين طباخين، وحضرتي وحضرتك هنمثل ادوار الطباخين. ايه طباخين؟ مين هو ده؟ هو المركيز فيكا فيكو. انا المركيز دو بوا دو بولون دو هار دو سان كلو دو فيكا فيكو. تتامروا على حياتي
تفتحوا الشباك البحري اللي بيجيب هوا من البحر مشبع باليود وبريحة السمك، وتفتحوا قصاده شباك فيه ريحة غريبة، في ريحة قاتلة بتتفاعل مع هوا البحر وبيجيب منه سموم قاتلة وأشباح وأرياح بتخليني أنا أموت ومعرض للخطر. دي غلطة مين؟ دي مش غلطتي يا مسيو الماركي. أمال غلطة مين؟ دي غلطة واردة. وانتي اسمك واردة؟ كان لازم يسموكي ثقلة. الحال مش علي مسيو الماركي، الحال على نبيلة. نبيلة؟ دي غلطتك يا نبيلة. مرة تانية مش لازم تغلطوا الغلطة دي، مفهوم؟ مفهوم مسيو الماركي. نبيلة. نعم. جرى ايه في الطباخين؟ الاعلانات اللي في الجرايد ما جابتش نتيجة. مش مهم، اعملوا نشرات، جرائد، مجلات، تلفزيونات، اذاعات. بكرة حضري لي الصبح لبن عصفور. ايه؟ لبن عصفور؟ المهم مسيو الماركي، اي طباخ بيجي وبيعرف شروطنا بيعرف. شروطي قاسية فعلا. الطباخين اللي حيشتغلوا عندي حيخشوا التاريخ لانهم. نبيلة، عندي مواعيد النهاردة؟ لا ابدا. امال ليه جرس مجنون بيضرب؟ معرفش. روحوا شوفوا، روحوا شوفوا. فاضل نيشان من هنجو بونجو ني 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 ني. ماركي، اتنين طباخين وصلوا. وصلوا؟ قولي لهم اتفضلوا. استني استني، دخليهم اولا للحجر الصحي، بخري واعملي دي دي تي. حاضر. دي اديتها كتير كتير من فتنتي، لازم احوش شويه. أنا حسألكم وأنتم تجاوبوا. حاضر يا بيه. أنا مش بيه، أنا مسيو الماركي. آسف مسيو لي ماركي. مش لي لو ماركي. صحيح. بس لو 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 لو. اسمك سنك صنعتك. اسمي فؤاد فهمي، عمري 29 سنة، صنعتي مغني من الدرجة الأولى. يعني مغني بغني قصدي وأنا بطبخ يعني. وأنت كمان نفس الأسئلة، اسمك سنك صنعتك. اسمي كمال العية. والعياذ بالله يا لطيف، أنت لازم تغير الاسم ده حالا بالا. أغيره إزاي؟ سمي نفسك اي اسم يدل على الازدهار، على التفتح، على النشاط، الحيوية. سمي اسمك مثلا كمال جامد، كمال قوي. انا قوي وبحب الاقوياء، مش عيان. تحت امرك، تحت امرك. انت اسمك فؤاد؟ نعم. لو قلت لك هات لي كوباية مية تعمل ايه؟ حجيب لك يعني كوباية مية، يعني حجيبها. تجيبها منين؟ يعني ايوه، منين منين يجيبها؟ منين؟ من الحنفية. لو لو يعني لو 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 لو. من البراد. من البراد. ايوه البراد. ايوه الله يرحمني لو كنت حاضع
حياتي السمينة بين إيديكم. أمال نجيبها منين يا مسيو الماركيز؟ كوباية روح الحنفية تتملي مية ثم تطهر الكوباية قبل ما تروح الحنفية، خدعتكم. بعدين المية تتغلي 40 فهس ثم تطهر أيضا، ثم المية تزداد وتزداد إلى أن تغسل المية اللي في الكوباية وبعدين تجيلي علشان أعيش. فهمتوا؟ فهمنا طبعا، مزبوط طبعا طبعا. أي حاجة هطلبها من أي واحد منكم لازم يأديها لي كده بعيد نفسه عن نفسي. مسيو لو ماركي، يبقى حضرتك عاوز اكروبات مش طباخين. اي اذا عجبكم موافقين؟ موافقين. نعم موافقين طبعا موافقين. بعد شويه نبيله ووضح هتدي لكم لائحه باسماء الطعام وكيفيه صنعه اللي بحبه انا. ودلوقتي ادرو ادرو الى المطبخ. مش لو 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 اسمع انت، هو عشان بكرة اعملوا لي سمك محشي بالعصافير. واذا بط بيفكر فيا وبينكي ويخبى علي، قال يعني الواد عينه دي طيب، ما هي برده اختك عينه دي، اختك عينه دي. يا عيني عليكي برده، ايه الحكايه؟ انا سعيده سعيده جدا، فرحانه ومبسوطه. ربنا يتمم عليك السعادة يا أختي. لكن يا ترى إيه سبب السعادة دي؟ مش عارفة، عايزة أرقص، عايزة أغني، عايزة أطير. بقى مش عارفة تيجي أقولك إيه السبب؟ إن كنت شاطرة قولي. من ساعة ما قابلت الشاب ده اللي اسمه فؤاد وانتي متغيرة خالص. إزاي؟ إزاي؟ تسريحة شعرك غيرتيها، بقيتي تعتني بنفسك زيادة عن اللزوم. طب ودي معناها إيه؟ معناها إنه الست لما بتهتم بنفسها أكتر من اللزوم لازم في واحد بيخبط على باب قلبها. ده صحيح يا أمل، بتهيألي إن فؤاد شاب غير كل الشبان. وإزاي عرفتي إن فؤاد مش زي كل الشبان؟ المثل بيقول كمان قلب المرأة دليلها، وأنا قلبي بيقول لي إن فؤاد راجل كويس. ما خدتيش بالك إزاي كان بيترعش وهو بيجيب سيرة أخوه اللي أكبر منه؟ راجل بالشكل ده مش ممكن يكون عارف الكذب في حياته. ربنا يسمع منك، بس على كل حال في حاجة مهمة جدا. إيه هي؟ مش يجوز يكون الحب ده من ناحية واحدة؟ مستحيل. وعلى كل انا هعرف اذا كان زي ما بتقولي ولا لا. طب هتعملي ايه؟ هرد له زياره امبارح بصفتنا جيران واتعرف على اخو الماركيز. طب تعالي نوصلك معانا عشان رايحه الجبل انا ناس اصحاب. رايح قابل حبيبي، رايح هنلقى أوام، يا قلبي روح الحبيبي سبقني ووصل له السلام. وصل رايح قابل حبيبي، رايح هنلقى أوام، رايح قابل حبيبي، رايح هنلقى أوام، يا قلبي روح الحبيبي سبقني ووصل له الأخضر عقد الإيشار بالأصفر. لابس الفستان الأخضر عقد الإيشار بالأصفر، والأصفر عالشعر الأشقر شو لابق لي. يا سلام يا سلام يا سلام، رايح قابل حبيبي، رايح هلا أوام، رايح قابل حبيبي، رايح هلا أوام، يا قلبي روح الحبيبي وصل له السلام.
الليموني اتقابل مع نور عيوني رايح تحت الليموني اتقابل مع نور عيوني لما العزال يشوفوني رح بيجنوا يا حرام يا حرام يا حرام رايح قابل حبيبي رايح هلا اوان رايح قابل حبيبي رايح هلا اوان يا قلبي روح الحبيبي استنى وصل له السلام وصل له تنهد معاك رايح قابل حبيبي رايح هلا اواه رايح قابل حبيبي رايح هلا اواه يا قلبي روح الحبيبي اسبقني ووصل له السلام وصل متأسفة يظهر اني جيت في وقت غير مناسب.
لا لا يا فندم، ده مناسب قوي. على كل حال حفوت عليكوا بعدين ان شاء الله. لا ما هو انا يعني انت ايه يا فؤاد؟ انا شايفاك كده مرتبك. فهمت، لازم خطيبتك جوه. خطيبتي؟ أيوة. انا مش خاطب ابدا والله. صحيح؟ والله ولا بعرف اي ست في حياتي. ابدا 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 الا ليلة امبارح. طيب عن اذنك. انا سؤال، رايحه فين؟ اقدر اشوفك امتى؟ بكره الساعه 12. طيب موافقه. رموش عيني بتوجعني وكمان حواجبي، يا فوخي حتى نشاني بيوجعني. واحد بشويش، اتنين واحد بشويش، اتنين واحد، واحد اتنين واحد، بس يا فوخي. ومين الست دي اللي قالت ان انا ليا اخ؟ دي واحده. امال يعني واحد؟ دي اسمها سعاد، ساكنه هنا جنب حضرتك يعني، وحبت تقوم بزياره تعارف عشان يعني كده. ساكنه هنا جنبكم اسمها سعاد، انما قالت ان انا ليا اخ. اصله نبيله فهمت غلط، هي قالت انها عايزه تقابل اللوماركيز العظيم اللي ملوش اخ، اللي ملوش مثيل في العالم. دي اكيد شافتني 100%. اوصف هذه شكلها ايه؟ جمال فتان، اوام يسحر، عيون تدوخ، يا سلام شعر حرير، سكسادر. وانت بتوصفها ازاي؟ كنت شفتها؟ لا انا كنت بتخيلها. لا ما تتخيلش يا طاهي عفش، تخيل طبق ضلمة، تخيل طبق سمك. واحد اتنين واحد اتنين واحد اتنين استوب. اوصفها لي انت. عيون بتغار منها عيون الغزلان، خدود احلى من ورد البستان، شفايف بتسحر العاشق الولهان. نبيلة افندم، تبقي تبعتي لها بطاقة علشان الحفلة السنوية بتاعتي. حاضر. انتوا روحوا اطبخوا شعراء المطبخ. نبيلة تعالي. نعم. تعالي اقعدي جنبي. كمان قربي قربي قربي، الزقي فيا. نبيلة. نعم. انت تعرفي بتشتغلي عند مين؟ بشتغل عند اللوماركي جوجوفيتش. قصدك تقولي انت مضطربة؟ انا عارف وانا كمان حبة مضطرب. انت قصدك تقولي عند الماركي فيجا فيجو؟ فيجا فيجو. لكن انت غلطانة، انت بتشتغليش عند الماركي فيجا فيجو، انت بتشتغلي عند واحد تاني. امال عند مين؟ انت بتشتغلي عند قلبي. نبيلة. 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 استني نبيلة. بصي. 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 راسي. واحدة اتنين. واحدة اتنين. واحدة اتنين. بشويش 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 بشويش. يا سلام. يا سلام يا كمال. انا هشوفها بكرة. هقابلها بكرة. والله انا قلبي مش مطمئن ابدا للحاجات دي. انت طول عمرك متشائم يا اخي. واخيك معاك. وبعدين اسمع يا حبيبي، لابد ما يجي يوم وتعرف سعاد انه اخو الماركيز ده ما هوش الا حته مطرب فنان وبس. مش مهم، لغايه ما يجي اليوم ده انا هفضل عايش في الجنه، واحنا هنفضل عايشين طباخين مش كده؟ عشان خاطرها اكسر الصخور، اهد الجبال، بس افضل جنبها. طيب يا اخويا طيب، كلمها نجيها زي ما انت عاوز. بس على فكره ما تنساش ان الامبرزاريو كان سايب لنا ورقه تحت الباب. ورقه ايه؟ عمل لنا عقد في تياترو الانس. ما احناش فاضيين يا اخي.
دي فرصة العمر يا فؤاد يا حبيبي. هو انت كنت بتحلم تشتغل بتياترو الانس؟ اللي ما كنتش احلم به صحيح اني اشوف سعاد، اني اقابل سعاد. ايوه هيتخرب بيتنا عشان خاطر سعاد، هنطفش عشان سعاد، هننسجن عشان سعاد، وحننام دلوقتي عشان خاطر سعاد. يلا يا حبيبي يلا، خد راسي واديني راسك كمان عشان خاطر سعاد. ايوه وش المصايب دي سعاد كمان. شجرهوي شعرها شجرهوي وجبنها يا بدر وضاوي. شجرهوي شعرها شجرهوي وجبنها يا بدر وضاوي. يا جفونها يا رموش عيونها تجرح بقلبي وما تداوي. شجرهوي شعرها شجرهوي شجرهوي شعرها شجرهوي صهده لسنان 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 يا سبايك لؤلؤ. التم 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 عن برع صهده لسنان 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 يا سبايك لؤلؤ. والخد ورده جهريه والجد يسلم له طوله. والخد ورده جهريه والجد يسلم له طوله. والعنق غزلهن وداوي يجفونها. يا رموش عيونها تجرح بقلبه ما تداوي. شجراوي شعرها شجرهوي شجراوي شعرها شجرهوي وجبنها يا بدر وضاوي. شجراوي شعرها شجرهوي وجبنها يا بدر وضاوي. يا رموش عيونها تجرح بقلبه ما تداوي. الكتاف 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 شبه المرجوحة. الشفاف 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 ورده مجروحة. الكتاف 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 شبه المرجوحة. الشفاف 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 ورده مجروحة. والخصر نجمة حمية على نيل حوض مبحوحة. والخصر نجمة حمية على نيل حوض مبحوحة. بيغوي الغهوي ومش غهوي يجفونها. يا رموش عيونها تجرح بقلبه ما تداوي. شجراوي شعرها شجرهوي شجراوي شعرها شجرهوي وجبنها يا بدر وضاوي. شجراوي شعرها شجرهوي وجبنها يا بدر وضاوي. يا رموش عيونها تجرح بقلبه ما تداوي. شجراوي شفتها وقلبي قال يالله عالحب عالحب عالحبها اوعها تتخلها. شفتها وقلبي قال يالله عالحب عالحب
عن حبها اوعها تتخلى وعيوني بتحلم بهواها وقلبي بنارها بيتتلى وعيوني بتحلم بهواها وقلبي بنارها بيتجلى مش داري كيف بدي اسهوي هي جبونها يا رموش عيونها تجرح بقلبي ومدها وشجرها وشعرها شجرها يرموش عيونها تجرح بقلبي ومدها وشقرها وشعرها شقراوي الستات قال ما يعرفش جنسهم ابدا وطبعا صدقتيه انت ليه دايما عندك شك من ناحيه الرجال لان سبب المصايب هم الرجاله مين سبب الحروب مين اللي طلع امنا حواء من الجنه انا شخصيا بستلطف كمان لكن فؤاد ده معدن تاني خالص رقه وادب واخلاص غير انه اخوه مركيز من عيله كبيره كمان قصدك تقولي ان فؤاد احسن من كمال هي سلام هي الحكايه بالعائلات مش قصدي انما فين فؤاد وفين كمال انت بتقولي ايه ده كمال احلى من فؤاد 100 مره فشر كمال مين ده ده كفاية الكلام الحلو اللي بيقولهولي ده أنا بتهيألي إني كمال بيشتغل سكرتير عند فؤاد أرجوكي بلاش تلبيخ ولا يمكن بقالنا مدة ما اتخانقناش برافو عليك يا أمل ده أنت بتحبي كمال حقيقي اخسى عليك يا سعاد كسف تفتكر دلوقتي بيعملوا إيه؟ أنا بتهيألي دلوقتي قاعد كمال لابس بدلته الحلوة وقاعد على كرسي هزاز وبيدي أوامر هنا وهناك وانا كمان بيتهيألي دلوقتي فؤاد قاعد كده ومتمدد على شيزلونج وحواليه الجواري والحسان ويقول لهم انا عايز سعاد تقاوي شعرها شقراوي وش بينها يا بدر ملاوي لا 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 يا اختي تريد يا اخي اسكت انت هتفضحنا اسكت ليه يا اخي لما واحد عاوزك تغني ما بتغنيش سيبني بقى يا اخي الله تطيري جنتي لدرم يا جنتي انت عارف لو شافت المركيز بتغني وعارف حكاية المسرح امبارح هيحصل ايه؟ هيحصل ايه؟ هنرجع للتشرد تاني وانت مش هتشوف سعاد في حياتك ولا انا هشوف امل ارجوك يا اخي ارجوك والله العظيم اه طبعا والله ما حد بص الغدا جاهز؟ ساعة واحدة ويكون جاهز يعني يا عيني ساعة؟ اه انتوا عارفين غدا المركز الساعة 12 بالضبط ودلوقتي 12 الا ربع 12 الا ربع؟ اسمعوا اسمعوا اسمع نعم انا رايحة لغاية فيلة الانسة سعاد ايوه اديها كارت الحفلة وعاوزة لما ارجع يكون الطبيخ جاهز سامعين؟ لا 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 مفيش داعي ابدا انا هوصل الكارت بنفسي انت؟ اه والطبيخ؟ البركة في كمال هو انا عارف اعمل حاجة؟ انا بساعده بس مساعده في الطبخ برافو طب خد انا هخلي شوفير يوصلك علشان ترجع بسرعه ها انا بعرف اسوق كويس على كيفي يا سلام والله طب يا واحد باي باي ورحمه الله وبركاته طررن طررن برافو عليك ايه مبروك يا عم الله يبارك فيك يلا ما تستعجلش يلا 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 ايوه مبروك مبروك ايوه اسمع ما تنساش سلم لي على امل وهو كذلك ايوه رايحه قابل حبيبي رايحه هلا اوام الساعه كام يا انا الساعه 12 الا 7 دقايق يا اختي انت ساعتك ما بتمشيش 12 الا ربع 12 الا 10 12 الا 7 واعمل ايه اذا كنت بتساليني عن الساعه كل دقيقه يعني فاضل 7 دقايق على ميعاد حبيبي ايوه ويمكن ما يجيش مش عارفك بقى علشان اللي بيصدقوا دلوقتي قليلين جدا انا حبيبي عمره ما يكذب اهو جه شفتي الشنطة ايه اهي اظبطي ساعتك على ميعاد حبيبي باي باي
مبسوط طول ما انت جنبي. العجيبة اني انك ايه؟ اني لقيت الانسان اللي ما يعرفش يكذب ابدا. ليه انت بتكره الكذب؟ ايوه لاني ما اكرهش حاجة في الدنيا قد الكذب. يا سلام، القلوب عندي بعضيها وانا زيك تماما. ده شيء انا اكتشفته فيك. هو ايه؟ كرهك للكذب. الكذب خلاني اكره كل الرجال كلهم الا واحد بس. على فكرة ايه؟ نسيت اقولك اني جايبلك كارت دعوة. من مين؟ من اخويا المركيز. انا نفسي اتعرف على اخوك المركيز. عشان ايه؟ طبعا لازم اتعرف على العيلة كلها. طبعا طبعا. اذا كان عندك اي مانع مفيش لزوم. لا 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 ابدا، ده شيء ضروري. طيب استأذن انا بقى. على فين؟ بأي حق تسألني السؤال ده؟ متأسف بس قصدي. قصدك ايه؟ قول. يعني هتتضايق لما همشي؟ جدا. يعني على كده لازم افضل معاك طول العمر. يا ريت. طب يلا بينا احسن، انا اتأخرت. مرحبتين ومرحبتين وين انا هدب بك وين وين محمود وين معروف وين الياس وين حسين. مرحبتين مرحبتين وين انا هدب بك وين مرحبتين مرحبتين وين انا هدب بك وين وين محمود وين معروف وين الياس وين حسين. للعروس ويا عريس اتفضل بوس بوسينا دي وبوسينا.
قوي بتقول؟ دي الحلاوة استعارت اسمها من حلاوتها. يا خلبوص انت ابتديت تكون زواقة في الحلاوة. انا مستغربش في كل بلد اروح لي ضحايا من الغرق. قل لي. نعم. انت لما اديتها بطاقة الدعوة مني عملت ايه؟ يا سلام، دي مسكت بطاقة الدعوة وضمتها بعدين لصدرها كده. آه. اكيد بستها، بس انت ما خليتش بالك. يا ترى عملت كده ليه؟ ليه؟ وده عايزة كلام، لانه بيحمل اسم المرجيز لو فيجا فيجو. ما استغربش. دي لازم شافتني في حتة قبل كده، وإلا ما كانتش وقعت في شباك جاذبيتي. ده شيء طبيعي مسيو لو ماركي. انت بكلامك ده خلتني أفكر في الجواز. الجواز؟ أيوة. إذا كانت بديعة رائعة الجمال زي ما بتقول ومتيمة في غرامي، فأنا مستعد أني أنعم عليها بنعمة الزواج وحأتجوزها. شوف، اسمع الآتي. نعم. تروح لبتاع الورد تنقي بوكي ورد أحمر وتروح لها وتقدم البوكي دي باسمي أنا، طبعا بكل أدب واحترام. أوامرك. تقول لها كلمة يمين كلمة شمال، والكلمتين لازم يكونوا حلوين، وتفهمها بطريقة لولبية فيها نعومة بإني أنعمت عليها وبإني عاوز أتجوزها. مفهوم؟ مفهوم مفهوم. أدروات أنا بقمش. مش معقول. طباخي يقعد جنبي، انما كل ده في سبيل الحب. انت طبخت ونفخت ما تجاوبش. المهم عملت الترتيبات اللازمه ان هذه الغاده الحسناء لما حتشوفني حتتلاشى في حبي وغرامي والسكس بتاع عينيا. من اول نظره. من اول نظره. طيب تقدر تقول لي شويه حتبتكات حواليها، اخبارها ايه، ميزاتها ايه؟ اخبار ساره تسري حضرتك مسيو لوماركي. دي عندها صوت احلى من صوتي. احلى من صوتك؟ ها يعني قصدي اقول صوتها حلو حلو. انا بحب الاصوات الجميله لدرجه اني انا بحب صوتي. كي باسي سامي فوار سامي مدير بوسوار بوسوار بوسوار. Vous voulez quelque chose, monsieur le marquis? Non, merci pour le moment, je ne veux rien. Je ne veux rien. انا دلوقتي ممكن اني اقول قدامك ان اصبحت في شوق ورغبة اني اشوف هذه الغادة البديعة. هو انا اكتر منك. قصدي اقول يعني عشان تشوفوا حضرتك مسيو لو لو ماركي. اهلا وسهلا مدموزيل سعاد. مسيو لو ماركي فيجا فيجو. تشرفت. وزازي روز ابيلي كلوز. ازاي الجمال ده يكون جاري وانا مش داري؟ ده اطراق انا ما استحقوش. ميرسي. تعرفي مهما وصفت ما اقدرش ابدا اوفي حق وصفك يا خليفة فينوس. أنا أشكرك على المجاملة اللطيفة دي يا حضرة الماركيز. لا في حاجة، أنا لازم أحكم بحبس فؤاد 3 أيام من غير أكل. يا خبر مش معقول. ليه ده بيحبك قوي؟ أيوة أنا عارف إنه بيحبني، بس ما تمكنش زي أنا إني أوصف جمالك ولا سحرك ولا فتنتك. أعمل إيه؟ ربنا يجيب العواقب سليمة يا رب. ولا يهمك،
أنا فاتح باب المطبخ للطوارئ. باب المطبخ؟ أيوة، عشان لما تتكشف الحقيقة نطلع نهرب منه ونجري على طول. الحفلة الصغيرة دي معمولة على شرفك يا أجمل جارة في الدنيا. مسيو لو ماركي، أنت غمرتني بلطفك. اسمع، أنا هنقذك دلوقتي وبس. يلا يا أخوي. وبعدين وأنت وحظك بقى، أنا راجل ما بحبش الكذب أبدا. أنا هشوف أمل دلوقتي شوية وهمشي بعدين، مفهوم؟ حاضر. سيداتي أنساتي سادتي، بالنيابة عن المسيو لو ماركي وبالإصالة عن نفسي، أقدم لكم الآن صوتا جميلا موجود بيننا هنا، ونرجوه أنه يسمعنا حتة كويسة، وسنقدمه لكم الآن بالنيابة عن المسيو لو ماركي الآنسة سعاد. صغيرة زي ما أحييتي قلبي في الحب. ميرسي. بالمناسبة دي فؤاد، فتحكيش في الموضوع الخطير
المهم الدقيق. موضوع ايه يا ترى الخطير ده؟ موضوع الجواز. جواز؟ لا ابدا. مع اني فهمته انه يديكي بعض اللمحات عن كده. لازم مكسوف. ودي حاجه فيها كسوف؟ انا هتكلم بنفسي. عن ايه؟ عن الزواج. انت موافقه ولا مش موافقه؟ ده شيء مفاجئ ليا، ما كنتش عامله حسابه ابدا. اجمل حاجه في الدنيا هي المفاجآت اللذيذه. قولي لي موافقه ولا مش موافقه؟ موافقه طبعا. هتكوني اسعد امراه في العالم، في العالم. عن اذنك. اتفضلي اتفضلي. في العالم، في العالم. أمل طلب إيدي عايز يتجوزني. هو مين؟ فؤاد. هو كان مكسوف يطلبني من نفسه، فبعت أخو المركز يطلبني. ألف مبروك، ألف مبروك يا حبيبتي. يا بالك يا أمل، مش عارفة هنعمل إيه دلوقتي. كمان أنا مش عارفة. بارلم وادامور رديت. اقعد 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 يا شيخ، انا اكتشفت فيك الليله دي حاجه وحشه جدا. حاجه ايه؟ الكسوف، الكسوف. اتبي مسيو لماركي. لا 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 لا، مش وقته دلوقتي ابدا، انسحبي. عاوز اقول ان لولا سعاد ما قالت لي انك انت اتكسفت تقول لها على حكايه جوازي كانت الحكاية ضاعت. لكن مش مهم، مش مهم. الجواز منك؟ يعني انت تتجوزها؟ طبعا، تتيما وهياما وغراما، قبلت حالا. مش معقول. مش معقول؟ مش معقول يعني ايه؟ قصدي قول قول. قصدي مش معقول ترفض طلب حضرتك مسيو لوماركي وهي هتلاقي زيك فين. شوف بقى دلوقتي، انت طبعا طباخ وعندك فكرة عن سواء، انت سواقي وطباخي بالوقزات، وانا هسمح لك انك توصلها. هتحط شويه كولونيا يمكن ريحه طبيخ طالعه بهدومك، وهتوصلها للفيلا بتاعتها. حاضر. وهتكون ابتداء من دلوقتي عيني المبصره واذني السامعه حوالين حوالين. انت فاهم اللي عاوز اقوله؟ حاضر. انا هروح اشوف المدعوين بتوعي، ودلوقتي انت افرنقع. حاضر. افرنقع. اتفضل. افرنقع. باي باي. يعني ما تكلمتش ولا كلمة من ساعة ما سيبنا الحفلة. مفيش داعي للكلام. انت زعلان؟ زعلان؟ زعلان من ايه؟ عشان اخوك المركيز قال انك مكسوف تخطبني. اخطبك انا؟ انت لا، لكن اللي اتكلم بالنيابة عنك وخطبني علشانك اخوك. انت بتتكلمي جد؟ اذا كنت مش مصدق اسأله. دلوقتي فهمت. فهمت ايه؟ لا لا ولا حاجة، بكرة أكلمك. هتكلمني تقول لي إيه؟ سعاد. أيوة فؤاد. سعاد، يا ترى أنت بتحبيني؟ إيه الكلام ده اللي بتقوله يا فؤاد؟ ضروري أعرف، أرجوك تجاوبيني. طبعا بحبك. طب وإذا كنت كدبت عليكي في حاجة مستعدة تسامحيني؟ إذا كان حاجة صغيرة معلش، لكن إيه الألغاز دي؟ لا 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 الغاز ولا حاجة. بعدين أفهمك. تصبح على خير سعاد.
احم احم، نحن هنا وانا في الجنة. عارفة يا حبيبتي عارفة، شفت البواب لما دخلك الجنة. اخس عليكي، انت كنت بتراقبينا. وفيها ايه؟ ربنا يسعدك يا اختي. عقبالك يا امل. من بقك لباب السماء. الله، فين الفرير بتاعك؟ لازم نسيته في فيلة الماركيز. طبعا تنسيه، هو انت كان عقلك معاكي؟ عن اذنك. على فين؟ هاخد العربية الصغيرة واروح اجيب لك الفرير بتاعك. لو شفتي فؤاد سلميني عليه. حاضر. كويس اوي. ها؟ بتقول انك بستها؟ بناء على طلبها اولا، وبناء على اني خطبها ثانيا، وبناء على انك مزيف ثالثا، وحنروح في داهية انا وانت ان شاء الله ربيعا. اسمع كمال. أيوة. انا حروح لها وافهمها الحقيقة من طبطأ لسلام عليكم. ايه؟ اذا انت سلام عليكم. رايح فين؟ الله، رايح سجن عشان عبقريتك المتفتحة قالت لها احنا مين؟ يعني لازم نروح سجن، حنختصر الطريق مش كويس؟ مفهوم؟ طيب ولما هتعرف ان حضرتك واحد كذاب تفتكر هتبص في وشك بعد كده؟ انا واثق من النجاح الكبير يا اخي. انت بتحلم. ولما هتعرف ان المركيز لا اخوك ولا حاجه، وان حكايه المركيز دي كلها كذب في كذب، وانت لا صاحب فيلا ولا حاجه، انت واحد مفلس ما اشتغلتش ساعه في اليوم تموت من الجوع. ايه العمل؟ ارجوك ما تشوشي افكاري، سيبني اقدر افكر ازاي هقدر امثل عليها. يا عيني. سمعتيش الكلام ده؟ قولي انك بتكدبي عليا. للاسف سمعت جودني وشفته بعيني. مش معقول، مش معقول. ده قال لي كمال ارجوك ما تشوشي افكاري، خليني اعرف امثل عليها. الخداع الغشاش، كل الرجاله كده، كل الرجاله كده. بكره لما تقابلي هتعرفي بنفسك. هقابله؟ مش ممكن اشوف صوره وشه، مش ممكن، مش ممكن. اختي اختي حبيبتي ما تزعليش. انت جاي تعمل ايه هنا؟ الله، مالك يا سعاد؟ لازم في حاجه مزعلك؟ التمثيل انتهى يا حضره اخو المركيز يا كذاب. سعاد بتقولي ايه؟ اوعى تدخل البيت ده تاني ابدا. وايه السبب؟ وبتسالني عن السبب يا كذاب يا غشاش؟ حق عليا انا اللي سمعت كلامك وصدقتك. وعامل لي اخو مركيز حضرتك؟ كان فكرك ايه من الحكايه دي؟ انت فاكر ان المركز يخليك محترم في نظري ويخليني احبك؟ لا يا حضره، عمر المراكز ما كانت السبب في الحب، الحب الحقيقي مش التمثيل. الله، انت عرفتي؟ ومين اللي قالك؟ يعني اللي سمعته ده كان حقيقة. فعلا، وانا كنت جاي اوضحها لك. فعلا جاي توضح لي تمثيليتك الحقيرة بعد ما نزلت الستارة. برا برا. بس يا سعاد انا بقولك برا. أنا متشكرة إنك جيت عشان الموضوع اللي أنت عارفه. أنا تحت أمرك. على كل حال فؤاد ده طيب أوي يا أمل، بس لازم ياخد درس عشان ما يكدبش في حياته. معاك حق، وأنا مقدر الموقف تماما. أنت ما عندكش فكرة عن حالة أختي دي، بتحبه يا كمال، بتحبه أوي أوي. طب وحنعمل إيه؟ قولي وحياة أمل، هو بيحب سعاد من قلبه؟ يا سلام، قال بيحب سعاد، قال ده ما عندوش كلام ليل نهار غير سعاد كده. يبقى ما فيش غير الغيرة اللي تلهلي بالراجل وتخليه يتجنن. الغيرة؟ ما فهمتش قصدك. يعني بالعربي الفصيح، اتفقت أنا أختي تمثل إنها بتحب واحد تاني عشان يحرم الكذب. تحب واحد تاني؟ زي مين يعني؟ أنت يا كمال. أنا؟ عشان خاطري يا كمال. أعوذ بالله، أعوذ بالله، ده مش ممكن أبدا، ده مش ممكن. أنت ما عندكيش فكرة قد إيه بحبها. لازم تضحي عشان خاطر صديقك. حاضر يا ستي، ربنا يجيب العواقب سليمة. كمال. أيوة. بس أنا خايفة.
خايفة من ايه؟ يقوم التمثيل يبقى حقيقة. مش معقول ابدا يا امل. القلب له واحد بس. بس بس غريبة غريبة. لا 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 يا استاذ فؤاد، ده طلع لي شعر في راسي من كتر الإعادة. أرجوك مش ده الأداء اللي اتفقنا عليه. الله، ما أنا بغنيها يا أستاذ. يا سيدي وأنا بقول إنك ما بتغنيهاش، والله بتغنيها بعينيا، بتغنيها والله، بس مش ده الأداء. أنت بتغنيها بطابع حزين ليه؟ أستاذ أستاذ من فضلك كلمة بس، سيبه عليا أرجوك، وأنا هخليه يغني اللي أنت عايزه. يا أستاذ أسيبه عليك؟ ده إيه ده، فن يا بيه. طيب يا سيدي بس، دي الغنوة مسجلة دلوقتي وهنديها للتلفزيون. طيب وهنشوفها الناس كلها. ما أقدرش. طيب ده اسم أنا المخرج هنا. طيب أرجوك يا سيدي، هنسجلها وهيشوفوها وكلهم تحت أمرك، بس سيبه شوية، دقيقة واحدة بس. تعالى يا فؤاد، ده عشان مستقبلك برضه، يا لازم تاخد بالك. الله يا أخي، ما أقول له هنغنيها يعني هنغنيها. كويس خلاص 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 خلاص. طب دور والله مرة تانية أرجوك. ما خلاص خلاص، اطمئن يا أستاذ. إيه حكايتك يا فؤاد؟ هو شغل المطبخ خلاك تنسى المغنى؟ مش قادر يا كمال، مش قادر. الله، بقى ده اسمه كلام؟ حياة الفنان كده يا فؤاد. حاول انك تضحك وانت بتغني يا اخي، انسى كل حاجة كل حاجة، وافتكر في اسمك في مستقبلك، هو ده اللي حيبقى لك يا فؤاد. اضحك. ايوة، وايه الفايدة لما شفايفي تضحك وقلبي زعلان؟ ده كلام رجالة ده يا اخي. افرد لي وشك وغني وانسى كل حاجه قلت لك. هحاول يا كمال هحاول. ايوه كده اهو، سمعني صوتك الحلو دلوقتي وهنسجل كويس ان شاء الله. طيب يلا يا اخواننا، جهزوا نفسكم، هنسجل دلوقتي ان شاء الله. ايوه كده اهو. غريبه عجيبه، غريبه عجيبه، حكاية قلبي مع الحبيب، حكاية غريبة عجيبة، غريبة غريبة عجيبة، غريبة عجيبة، حكاية قلبي مع الحبيب، حكاية غريبة عجيبة، غريبة عجيبة. رحت قبلها جنب العين، وقلبي سألها أشوفك وين؟ رحت قبلها جنب العين، وقلبي سألها أشوفك وين؟ رمتني بنظرة حلوة ومرة، رمتني بنظرة حلوة ومرة، ورقصت فوق كتفها الجرة وقالت غريبة عجيبة. رحت لابوها بقلب حديد، وقلت لابوها الحلوة أريد. رحت لابوها بقلب حديد، وقلت لابوها الحلوة أريد. رمتني بنظرة حلوة ومرة، رمتني بنظرة حلوة ومرة، ورقصت فوق كتفها الجرة وقالت غريبة عجيبة، غريبة عجيبة. رحت للناس اشتكي الحبيبة، هو اشتكي بها، واحكي لهم حكاية قلبي، يمكن يواسوها. ومن بعد ما حكيت وشكيت والقصة فهموها، قلت للناس يا ناس العقد حلوها حلوها،
ضمتني بالنظرة حلوة ومرة، ضمتني بنظرة حلوة ومرة، ورقصت فوق كتفها الجرة وقالت غريبة عجيبة، غريبة عجيبة، جايتني من الحبيبة حكاية غريبة عجيبة، غريبة عجيبة، غريبة عجيبة، غريبة عجيبة، حكاية قلبي مع الحبيب حكاية غريبة عجيبة، غريبة عجيبة، غريبة عجيبة. لا 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 لا، انت غلطانه يا مدموزيل سعاد خطيبتي، وحاتبقى خطيبتي. مسيو لماركي، ما جو فوز ان بري، معلش دي كانت غلطه وارجوك تسامحنا عليها. لا غلط ولا مسامحات في الموضوع، موضوع جواز وده حب كبير بيني وبينها. حرام عليك تفرق بين قلبين عشان خاطري. عشان خاطرك؟ إنما الولد ده طلع كذاب ولازم ياخد درس كبير، وأنا اللي لازم يديله هذا الدرس. ما هو حضرتك لما توافق أنا وكمال موضبين له مقلب مش هيكذب بعده أبدا. زي إيه مثلا؟ حضرتك تعلن خطوبة سعاد على كمال وكده يتجنن. مش ممكن مش ممكن، أنا بحب سعاد. أنا بقالي ساعة ساكتة، قولي أنت هتتجوزني ولا لا؟ ها؟ أنا والله مش مستعد لحكاية جوازات دلوقتي. أرجوكي أرجوكي ابعدي المسدس ده عشان نعرف نتفاهم بالكلام، بلاش الرصاص. حاضر نتفاهم. قول هتتجوزني؟ هتجوزك دلوقتي. سيكسيون ألم أدروات دروات مش أمال هتفضلي تحت تصرفي؟ ما كنتش عارف ان الجواز حيكون نعمة لابد منها تيجي يوم الايام. دلوقتي حضروا لي الافراح وحضروا لي الديكورات والفرش و و و و و و و بالله ما تاكل ابن الحلال. ماليش نفسي يا كمال والله. وبعدين بقى انت عمرك شفت اوتوموبيل يمشي من غير زيت وبنزين؟ وايه الداعي للكلام ده؟ بس اهو انت زي الاوتوموبيل لازم تاكل عشان تمشي. ارجوك سيبني بقى بس يا اخي. زي ما انت عاوز، لكن اعمل حسابك عشان الفرح بتاع الليله ده، فرح جماعه زوات واخدين منهم مبلغ كبير يا حبيبي. يا ريت راحت البال والسعاده بالفلوس يا كمال. والنبي يا اخويا بلاش فلسفه، الدنيا كلها فلوس، معاك قرش تسوى قرش. مسكين الفلوس عمرها ما تسعد انسانك. اهو انت عملت زي اللي بيقولوا العز بهدله. الله يشفيك. انا كده كويس. اكل يا حبيبي، كل كل احسن تاخرنا على الفرح. كل كل. انا فرحان انا فرحان. نام باصا نام باصا نام باصا ستار، نام باصا ستار ما يا سعاد. ومبروك انت كمان. شكرا شكرا. الف مبروك يا سعاد. يا رب تنجح خطتك يا امل. ما تخافيش اختي الجدع. فلتحي يا الستات وبس. الله، ده بيت المركيز، انت جايبني هنا ليه؟ انا حبيت اعمل لك مفاجأة يا فؤاد.
انت عارف احنا اصدقاء العمر. انا من اول ما شفت سعاد حبيتها، وطبعا ما اقدرش اقولك انها هي بتحبني كمان، وزي ما انت كدبت عليها هي كدبت عليك كمان. يعني سعاد بتحبني انا يا فؤاد، سامحني ارجوك. قصدك تقول انها بتحبك وهتخطبها الليلة؟ هي دي الحقيقة يا فؤاد، ارجوك انك تقبل الصدمة بقلب كبير. وخطيبتك امل؟ امل اتضح انها مخطوبة لواحد تاني، فارجوك يا فؤاد انا قضيت عمري اضحي علشانك، فما تكونش اناني، قولي مبروك. مبروك يا كمال. يلا شد حيلك بقى وغني لي غنوة كويسة. ها عن اذنك يا فؤاد انا هشوف عروستي دلوقتي. والان المفاجأة الكبيرة، وليست المفاجأة ككل المفاجآت. يسرني اني اقدم لكم هذا الخبر اللي هتسحقوا له اندهاشا، خطوبة سعاد شمس على السيد كمال ياسين. مبروك يا كمال. شكرا يا فؤاد. ميرسي قوي. مبروك يا سعاد. ميرسي فؤاد. مش هتسمعنا حاجة؟ كمال فشلت الخطة. ما تخافيش أنا عامل حسابي. فؤاد عاوز إيه من فؤاد؟ عاوز إيه من فؤاد؟ وأخدت أغلى حاجة على قلبي فؤاد، أخدت قلبي، أخدت روحي. عاوز إيه من فؤاد يا أخي؟ يا أخي مبروك، قلت لك ألف مبروك. خلاص رجع عم بقول لك رجع. كمان قرب انت لونيك، لا انت واقف هون، واقف جنب عروستي. لا انت كمان روحي عند عروستي. ايوه يا ابو النور. ايوه وين الماركيز؟ اهلا بالماركيز. كيف حالك يا ماركيز؟ سكسو علم علم مارش. Thank you.